بديل ايه توافيق، اسفه توافيق. اوكي هلا التوافيق، انا في بدايه شرح التباديل شرحت شو الفرق بينها وبين التباديل. حكينا التباديل دائما تيجي للاشياء المرتبه، التوافيق بتتم للاشياء التي يتم انتخابها او اختيارها، اختيار انتخاب يعني ناخذ منها، مش شرط الترتيب، الترتيب ما بكون شرط فيها. رح اعطي القانون على طول، التوافيق ان ار يساوي ان مضروب في ان ناقص ار مضروب في ار مضروب. هون بالعاده بنحط الار مضروب، اوكي يعني حطيناه هون، حطيناه هون عادي، بس احنا بالعاده بنحطه هون يعني ماشي الحال. فهاي هي قانون التوافيق. نيجي على سؤال هون، هون اجى حكالي عندنا ست مكونه من كم عنصر؟ اربعه. اذا هاي هي الان صح؟ then the A B C D in three بحكي عنا كانت التباديل، صار التوافيق عبارة عن ثلاثة، أوكي يعني عبارة عن ثلاثة اللي هي مين؟ ال R، واضح؟ فلو بده يطلع التوافيق تبعونها فبعوض مكان ال N أربعة ومكان ال R ثلاثة. هو مش حاللها على هذا الأساس، حاللها على الأساس إنها تكون R قيمتها اثنين. بغض النظر شو معطانا القيمة إحنا بنقدر نحلها، فعندنا العناصر عددها أربعة اللي هم الـ A B C D، وعملية التغيير راح يتم الانتخاب أو الاختيار لعنصرين اثنين، فراح تصير C 4 2 في 4 مضروب على 2 مضروب في 4 ناقص 2 مضروب، هيك بتنحل 4 مضروب على 2 في 2 مضروب، صح معي؟ هلا 4 مضروب، انا وياكم متفقين شو 4 مضروب، 4 في 3 في 2 في 1 مش ضروري لانه مالش قيمه، هاي 2 في 1 وهاي 2 في 1، هاي بتروح مع هاي بصفي عندنا 12 على 2 بيطلع الجواب معناه كم؟ 6 صح؟ هاي وين هاي؟ 1 2 3 4 5 6، 6 خيارات طلعت، 6 خيارات. إذا الجواب 6، هي أي هين هي طالع هون كمان كاتبين لكم 6، كيف طلع بهذا القانون؟ واضح؟ هو أخذ بس عنصرين من أرب من أربع عناصر، مثلا A مع B، A مع C، A مع D، B مع C، B مع D، C مع D، أوكي هيك بياخذ يعني هيك عملهم A مع B، A مع C، A مع D، بعدين B مع C وB مع D، بعدين C مع B، فبيطلعوا 6. اوكي لانها هاي سهله، اربع خيارات فسهل نطلعها حتى يدويا بدون قانون، ولكن هذا هو قانون التوافيق. عندنا initial assume limit بحكي افرض احنا عندنا a1 a2 a3 a4 a5 and the set، بدنا نعمل لها ثلاث تبديلات، ثلاث تبديلات ثلاث توافيق، ثلاث اختيارات اسفه. كم عدد العناصر؟ n تساوي 5. الار كم بتساوي؟ ثلاثة. هم عاطينكم اياها صراحة، بس بالاسئلة بالعادة ما بيعطوا صراحة، بدكم تعرفوها انتو، فبصير عندنا سي توافيق خمسة ثلاثة شو بتساوي؟ مضروب الخمسة على ثلاثة مضروب في خمسة ناقص ثلاثة مضروب، ولا اسهل من هيك ولا احلى من هيك اسئلة. خمسة في اربعة في ثلاثة في اثنين، بعدين عندنا هون ثلاثة مضروب اللي هي ثلاثة في 2 مضروبة في مين؟ 5 ناقص 3 كم بتصير؟ 2 مضروب صح؟ في 2 في 1، 1 ما فيش له داعي يعني، بس أنا هيك اللي كتبتهم، فبتروح ال 2 مع هاي 2 مع هاي، واضح؟ فبتصفي عندنا 5 مع 4 20، ضرب 4 20، 20 ضرب 3 60، 3 ضرب 2 6، بالتقسيم كم بيطلع لنا؟ 10 الجواب صح؟ هي 10. فهمتوا علي كيف بتنحل القصة؟ صارت سهلة علينا. شوفوا هون شو حاكين، how many poker hand، هذا اللي بيلعبوا لعب الأوراق poker hand، 5 card في عنده 5 أوراق، can be forms a standard deck in 52 card، هاي عدد الأوراق الكلية 52 n، بده يختار منها 5 أوراق. هاي أول سؤال. also how many، هذا سؤال تاني، how many way are، كم طريقة selected يختار 47 كرت
إذا هاي ار ده يختار سيلكتد 47 كانت من أصل كم؟ 52 ان. دائما الان بتكون العدد الأكبر والار بتكون العدد الأصغر وين ما كان، يعني بأي سؤال سواء كان في التوفيق أو التباديل. كيف نحلها؟ نحل السؤال الأول اللي هو هذا، كم عدد الكارت كلها؟ 52 كارت مضروب على 5 اللي بدي أختارها في 52 ناقص كم؟ ناقص 5 مضروب، صح؟ 52 مضروب راح نطلعها كاملة، 5 بصير عندنا 5 مضروب في 47 مضروب على 52 مضروب. 47 من أجا؟ آسفة، اللي هي 52 ناقص 5، صح؟ معي أنتو؟ هلأ نيجي هون رح أكمل حل السؤال هون معلش. 52 هي 52 ضرب 51 ضرب 50 ضرب 49 ضرب 48 ضرب 47 ضرب 46 لعند وين؟ لعند ضرب 1. هاي رح تطلع عنا 5 مضروب في 4 في 3 في 2 مضروب من 47 لعند 1. 47 في 46 في 45 إلى آخره لعند مين؟ لعند 1. شوفوا علي، بناء على هذا الحل، خليني بس أكبر الشاشة شوفوها أوضح. لو تلاحظوا هون في عنا مشترك اللي هي من 46 لعند 1، بحذفها مع هذا بصفي عنا. بس بنضرب هدول الأرقام مع بعض اللي هي 52 في 54 في 50 في 49 في 48 ونقسمها على 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2. أوكي، اللي هي هاي شايفينها، هاي عرفتوا كيف راحت الباقي؟ المهم بطلع معنا هذا الجواب. اضربوا هدول مع بعض بالكالكوليتر، بتقسموهم مع مضروب هاي وبطلع معنا الجواب. هلأ البعدي بقول لي بدي 47 كرت أختار، يعني R 47 و N 52، فبصير N 52 و R 47 مضروب 52، يعني مضروب 47 مضروب 5 من وين أجل؟ اللي هي 52 ناقص 47 كم بطلع؟ 5. واضح؟ فهو نفس الحكاية، يعني عملنا 52 ضرب 51 ضرب 50 ضرب 49 لوين؟ لبصنا لواحد. بعدين 47 ضرب 47 آسفة ضرب 46 ضرب لعند ما وصلنا لوين؟ لواحد. هاي لهم. بعدين بناخد الخمسة، 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 1. عندنا الأرقام اللي هم من 47 لعند واحد بتروح من 47 لعند واحد بصفي عندنا. بس بنضرب 50 في 51 في 50 في 49 في 48 ومنقسمها على نفس الجواب، رح يطلع نفس الجواب هاد، نفس هاد رح يطلع هون والجواب نفسه رح يطلع نفس القيم أخذناها. واضح؟ هاي بالنسبة للتوافيق. أوكي؟ هون عنا طريقة اشتقاق القانون. أنتم ما بتدرسوا الرياضيات عشان تتعلموا كيف تشتقوا القانون، هذا الشيء مش مهم بالنسبة لنا. اشتقاق القانون كيف تم الاشتقاق، وإنه في قوانين مرادفة وإلى آخره، هذا مو تخصصنا، يعني ما عليكم منه الكلام. نيجي هون الأسئلة جدا سهلة. How many ways are there to select five؟ بدي اختار ثلاثة، إذا هاي هي R. How many ways، كم طريقة ممكن أختار selected كم؟ ثلاثة. Player from 10 member، من أصل 10، إذا هاي N. 10 team make trip watch another school. أوكي، كيف يختار 10 5 لاعبين من أصل 10 أعضاء؟ أوكي، لفريق التنس. ولا أسهل من هيك أصلا، ما في داعي نكمل حل السؤال، نقرأ السؤال. 10 مضروب على 5 مضروب في 10 ناقص 5 مضروب. شايفين طلع نفس حلنا، 10 مضروب هي 10 في 9 في 8 في 7 في 6 5 4 3 2 صح، على 5 مضروب 5 في 4 في 3 في 2 في 1 إذا بتكم، يعني هاي 10 ناقص 5 شو بتطلع؟ برضو 5 مضروب، إذا 5 في 4 في 3 في 2. ضيعوا هاي مع هاي، بنضرب 10 في 9 في 8 في 7 في 6 وبنقسمها على هدول. أوكي، هيها بيطلع معكم الجواب
بالآخر 252. واضح، كثير سهل. جروب اوف عندنا مجموعة مكونة من 30 شخص، 30 شخص معناتها N. You have been trained in the solution go first missions on the Mars. بدهم يروحوا على مارس. اوكي، how many way كم طريقة بقدر اختار منها select 6 اشخاص، هاي اللي هي R. ما بيهمني التفاصيل انهم بدهم يروحوا على كوكب مارس، بدهم يروحوا على المريخ، بدهم يروحوا، ما بتهمني التفاصيل. بتهمني انه عندي 30 شخص بدي اختار منه 6 اشخاص. اذا ما نختار، ما حكمنا بالترتيب، نختار. اذا 30 مضروب على 6 مضروب في 30 ناقص 6 مضروب، ولا اسهل من هيك. صفت عندكم 30 مضروب على 6 مضروب، 30 ناقص 6 كم؟ 24 مضروب. ونفس الحكايه هيها، نفس الحكاية بتضربوها. طبعا بدها كالكوليتر عشان تطلعوا الجواب. يعني الأمور أسهل ما إحنا نتوقع. واضح؟ ناخد آخر مثال موجود عندنا الآن. سؤال يعني بسيط، أو يعني هو فكرة، مش سؤال قد ما هو فكرة إنكم الواحد يفهمها. حكي عنا how many bits string length n. عندنا سلسلة طولها n مش معروف n. اوكي، بحكي exactly يكون فيها واحد، يعني يكون فيها رقم واحد. فشو الطوافيق اللي ممكن تاخدها؟ هي سي n في r، r قيمتها كم؟ تساوي واحد. طيب يعني انه انتم ناخد فيها قيمة r واحد، بس قيمة واحدة، يعني exactly يكون فيها رقم واحد. كم أخذ، كم خانة أخذ؟ أخذ خانة واحدة، فR خانة واحدة، وN اللي هي طول السلسلة. طيب هلأ لو كانت كلها واحدات، حكى كلها تكون واحدات، فراح تصير هيك C N N. ليه N مش R؟ لأن الR ساوت عدد الN، هاي طولها N. وحكيت أنا تكون كلها واحدات، يعني كلها واحد 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 واحد، إذن R صارت بتساوي عدد ال N. عشان هيك طلعت عنا هون إنه لما تكون at least يكون فيها بس واحد، يعني خانة واحدة واحد، يعني ممكن تكون كلها واحدات، فممكن تساوي ال C عدد ال N-ات. أوكي، يعني هلأ لو حكالي عدد الوحدات فيها تنتين، فبصير N والR تساوي 2. إذا حكالي C عدد الوحدات فيها السلسلة 5، فC والآرات 5. حكالي كلها واحدات، حكالي كلها واحدات، فإذا C تساوي NN. ليه؟ لأنه كلها واحدات راح تكون، أوكي؟ فالR راح تكون بمقدار الN. فهذا هو اللي بيحكوه هون، بس عديد اللي عم بيحكوه إنه كم عدد الآرات، يعني كم عدد القيم اللي بدنا نختارها. إذا كانت قيمتها واحد فبتكون R قيمتها واحد، إذا اثنين فبتكون R قيمتها اثنين، إذا كانت كلها بدها نختارها فبتكون R قيمتها N. بس مش كثير مهم هذا السؤال، يعني ما تحطوه ببالكم، يعني مش المهمين هدول الأسئلة اللي هون اللي فوق اللي حليناهم، زي هيك بيجي. بس هاي فكرة، فكرة إنكم تفهموها. عندنا هون سؤال مختلف عن السابقين، بس لكن اللي بفهم الفكرة راح يكون سهل عليه، يعني الفاهم الأول راح يكون عليه سهل، جدا سهل. عندنا 9 أعضاء هيئة التدريس في مادة الماثماتيكال في قسم الرياضيات. إذا 9 في قسم الرياضيات، و11 بقسم الكمبيوتر. 9 في قسم الرياضيات، إذا هاي N لقسم الرياضيات، و11 N لقسم الكمبيوتر. How many way are they selected؟ لنختار لجنة مناقشة لمادة discrete mathematical في المدرسة. أوكي، تحتوي على 3 أعضاء من قسم الرياضيات، إذن هاي R لقسم الرياضيات، وبتحتوي على 4 أعضاء من قسم الكمبيوتر ساينس، هاي R لقسم الكمبيوتر ساينس. حلو، فخلينا نحكي R قسم الرياضيات اللي هي 9 مع 3، وللكمبيوتر ساينس اللي هي 11 مع 4، صح؟ بدهم يختاروا لجنة مكونة منهم، يعني مكونة من هاي الفريق. فبناخد هاي ونضربهم مع بعض، يعني بعملية ضرب بيناتهم بتكون. أوكي،
فبتصير عنا هاي شو قيمتها؟ 9 مضروب في 3 مضروب في 9 ناقص 3 مضروب، هاي شو قيمتها؟ 11 مضروب في 4 مضروب في 11 ناقص 4 مضروب، اللي هي هون 9 مضروب في 3 مضروب 9 ناقص 3 6 مضروب، 11 مضروب في 4 مضروب 11 ناقص 4 7 مضروب. بنطلع الجواب هاد، بنطلع الجواب هاد وجوابين، بنضربهم مع بعض عشان تطلع عنا عدد الاحتمال، يعني عدد الخيارات اللي ممكن نختارها للأعضاء، يعني ممكن ناخد مين ومين ومين ومين. عنا 84 خيار. يعني هو شو بقصدوا فيها؟ لو كان أنا يعني بس عشان أفهمكم الفكرة، يعني إحنا عنا 11 عضو أو 9 أعضاء في الرياضيات، يعني نحكي أحمد وعلي ومحمود وهنا 9 و11 عضو بالحاسب ونفس الأسماء. ممكن أخذ أحمد وعلي 3 من هون مع 4 من هون، ممكن أغير علي ومحمود وما بعرف مين اللي وراه مع 4 تانيين من هون، ممكن أخذ أحمد من هون ومحمود من هون ومثلا وهنا من هون، أخذها مع عضو من هون وعضو من هون وعضو من هون. ففي عنا خيارات كثير، فعنا 84 خيار. واضحة الفكرة؟ 84 القيمة، 330 هاي القيمة، كلهم 27000. آسفة، احنا بيطلع الجواب النهائي هون 27720 احتمال، يعني خيار ممكن نختار منه الأساتذة نشكل فيها لجنة مكونة من 7 أعضاء، لأنه 3 من الرياضيات و4 من الكمبيوتر. فبدنا نشكل لجنة مكونة من 7 أشخاص، مكونة من 3 من الرياضيات و4 من الكمبيوتر، فعندنا 27720 خيار. وضحت؟ هي مش هذا المهم، المهم تعرفوا انه كيف نعملها. خلص انتوا فهمتوا R، عرفتوا كيف تطلعوا R وعرفتوا كيف تطلعوا N بس، وبتضربوهم في بعض وبطلع معكم الجواب. بس انا هم للتوضيح، ان شاء الله ما يكون خربطكم هذا التوضيح اللي انا وضحته.